أهلا وسهلا بيكم، وتعالوا في الفيديو ده نشرح المرحلة رقم 4 من مراحل الفارماكو كاينيتكس. لو انت فاكر ابتدينا بكلمة آدم A اللي هي absorption، وبعدين distribution، ثالث مرحلة كانت ميتابوليزم، ورابع مرحلة النهاردة هنتكلم على حاجة اسمها drug elimination. ويهمني تعرف ان كلمة elimination ليس معناها excretion، لا، elimination كلمة أوسع أكثر شمولا. elimination معناها بالعربي التخلص من الدواء، الجسم ازاي بيتخلص من الدواء. وكلمة ازاي بيتخلص دي يعني تشمل عمليتين، تشمل ميتابوليزم زائد اكسكريشن مع بعض. يعني كلمة elimination تشمل الميتابوليزم والاكسكريشن in the same time. في الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم على خمسة concept او خمس عناوين مشروحين عندك في الكتاب. العنوان الاولاني كلمة orders of elimination، وهنشوف يعني ايه order. اتنين، هنتكلم على حاجة اسمها الهاف لايف او عمر النصف بتاع الدواء. تلاتة، هنتكلم على حاجة اسمها steady state plasma concentration، وبعدين كليرنس، ونمرة خمسة therapeutic drug monitoring. ناخد واحدة واحدة كده. ناخد الاول كلمة orders of elimination او اشكال الاليمينيشن او انواع الاليمينيشن. هتلاقي الكتاب عندك عامل جدول كده عشان يوفر عليك في المذاكرة، وحطيت لك نوعين كبار من الاليمينيشن، مسميه الاولاني first order elimination، وسمى الثاني zero order elimination وليس second، يعني مش first وsecond، لا، first order وzero order. طيب هنشوف يعني ايه first وzero بقى. حضرتك لو حبينا نعمل جراف او نعمل بلوتنج، ما بين نعمل علاقة بيانية ما بين الدرج، هنحط هنا التايم على المحور اكس، وهنحط هنا على المحور واي البلازما كونسنتريشن. وتلاحظ ان احنا في الفارماكوكاينيتكس كيرفاتنا كلها علاقة ما بين تايم وكونسنتريشن. ده بالمقارنة بكيرفات الفارماكو دايناميك زمان، اما كنا بنعمل علاقة ما بين الدوز، كنا بنحط هنا الدوز وهنا الريسبونس لو انت فاكر. انما في الكاينيتك ما بنعملش كده، بنعمل تايم فيرسس كونسنتريشن. لو حضرتك عندك دواء مثلا ابتديت بيه، الدواء ده وليكن ان الكبسوله منه او القرص منه فيه 100 يونت او 100 ملي جرام، او الانبوله والحقنه منه فيها 100 ملي جرام، حضرتك هتفترض انك هتدي للعيان بتاعك دوز واحده وتتفرج عليها. طيب احيانا تلاقي الدواء ابتديت عند الزمن صفر اهو، ابتديت بدوز اللي هي الكبسوله او القرص اللي فيه 100 ملي جرام. عند وقت معين هتلاقي ال 50 دول في دم البيشنت بقوا 50%، يعني ال 100 ملي جرام بقوا 50، يعني في 50% منهم اليمينيتد، الجسم تخلص منهم. طيب عند وقت مماثل، يعني مده زمنيه مماثله للاولانيه دي، هتلاقي ال 50 دول بقوا 25. مده زمنيه ثالثه مماثله لهم، هتلاقي ال 25 بقت 12.5، ثم 6.1 او 6.2، وبعدين عند الايه الفتره الزمنيه رقم 5 تلاقي اللي موجود 3% من الدوز اللي انت اديتها. اذا لقيت الشكل ده او اذا لقيت الدواء بتاعك يتبع هذا النمط من الاليمينيشن، سمي ده فيرست اوردر اليمينيشن. يعني ايه بقى بالانجليزي فيرست اوردر اليمينيشن؟ هنقول ان الاليمينيشن is proportional to concentration او to plasma concentration in which، تفسير اكتر بقى، in which fixed، ركز كده، fixed ratio، ratio يعني نسبة، يعني بين قوسين 50%، fixed ratio of the drug is eliminated per unit time. per unit time يعني كل وحدة كل وقت زمني ثابت، وهذا الوقت الزمني الثابت هنسميه بعد شوية half life. هاف لايف اللي هو عمر النصف بتاع الدواء. يعني اذا كل وقت ثابت او فترة زمنية ثابتة معينة خاصة بكل دواء، هتلاقي 50% من الكمية اللي في الدم في البلازما عندك بتخرج. اذا لقينا النمط ده الشكل ده هنسمي هذا الدواء بيخرج بالفيرست اوردر اليمينيشن. هتسألني تقول لي طيب الكلى او الليفر او جسمك بيخرج 50% كل وقت ثابت، واتيفر ذا دوز؟ اقول لك واتيفر ذا دوز، يعني المية دي لو انت شطبتها وابتديت ب 1000 ملي جرام، يعني اديت العين بتاعك انجكشن فيها 1000 ملي جرام، ما يهمكش، بعد اول هاف لايف ال 1000 هتبقى 500، تاني هاف لايف ال 500 250، تالت هاف لايف 250 125، وهكذا لحد بعد عند الهاف لايف رقم 5.
هيبقى اللي موجود، احسب انت بقى على مهلك كده بالكالكوليتر دايما عند الهاف لايف الخاص اللي موجود 3% 3% من الدوز اللي انت ابتديت بيها. انا بكلمك لو انت اديت دوز سنجل، وركز على كلمه سنجل، يعني ادينا جرعه واحده وسكتنا، وهنتفرج على الكيرف نازل كده. الكيرف ده لانه كيرف رياضي، رياضي يعني ماثيماتيكال، ماشي منتظم كل وقت ثابت، نص الكميه بتخرج، ها. فاحيانا هذا النوع من الاليمنيشن يوصف بانه لينير، لينير يعني خطي، وجود الدواء في الدم يمثل بمنحنى او كيرف لينير او كيرف خطي. ولو انا سالتك يا بطل كان يو اكسبكت ذا بلازما كونسنتريشن ات ا جيفن تايم، هتقول لي اه. هتقول لي انا اقدر اتوقع البلازما كونسنتريشن في اي وقت. يعني اذا قلت لك مثلا ان انا ابتديت بدواء اسمه دواء اكس، وكان الدوز بتاعته ها القرص فيه 100 مللي جرام، اديت للعيان قرص واحد وسكت، تقدر تقول لي عند الهاف لايف رقم 3 اللي موجود قد ايه؟ تقول لي من غير ما من غير ما احسب، اقدر اقولها لك يعني. هنفرض ان الدواء اكس ده الهاف لايف بتاعته 6 اورز. طيب يبقى بعد اول 6 ساعات ال 100 بقوا 50. طيب تاني 6 ساعات كمان، يعني بعد في خلال 12 ساعه يبقوا 25. طيب كمان 6 ساعات يعني 18 ساعه يبقوا 12 ونص. يبقى انت تقدر تحسب عند الهاف لايف بقى اللي موجود قد ايه. ولو انا سالتك عند الفيفث هاف لايف هتقول لي بقوا 3% من الكميه. يعني تقدر ات اني تايم تقدر تحسب كل حاجه عن الدواء. هذا النوع من الاليمينيشن ما بنحملش همه، ما بنحملش هم الادويه اللي بتخرج بالطريقه دي. ليه؟ لانها بتقول لك، الادويه دي بتقول لك مهما هتدي باي دوز الجسم قادر على انه يخرج دايما 50% من الكميه بعد وقت ثابت، يعني ال 50 ثم 25 ثم 12 ونص الى ان ينتهي الدواء. وكلمه الى ان ينتهي دي لو انت ملاحظ هنعتبرها بيننا وبين بعض كده عند الهاف لايف رقم 5، لان عند الهاف لايف رقم 5 بقى اللي موجود بالورقه والقلم، امسك ورقه وقلم وامشي ورايا، اللي موجود 3% 3% من الكميه. 3% يعني تقريبا الدواء ما عادش موجود، يعني ما هو 3% يعني خلاص الدواء ما عادش موجود. ولذلك هنعتبر ان اي دواء بيخرج بالفيرست اوردر اليمينيشن يختفي من دمك بعد 5 هاف لايف. شوف بقى الهاف لايف دي قد ايه. لو انا قلت لك مثلا ان الدواء اكس ده الهاف لايف بتاعته 6 ساعات، تقول لي يبقى لو انا اديته بسنجل دوز بعد 5 هاف لايف، يعني 5 في 6 ب 30 ساعة، بعد 30 ساعة يكون اختفى من الدم. ده إذا كان بيخرج بالطريقة دي. لحسن حظنا إن معظم الأدوية اللي بنتعامل معاها في الطب مع العيانين بتخرج بالطريقة اللي هي الفيرست أوردر إليمينيشن. الدواء بيقول لك أنا مش محتاج حاجة عشان أخرج، مش محتاج أي إنزيم ولا محتاج أي حاجة خالص، ومهما تديني بأي دوز الجسم قادر على إنه دايماً يخرج 50% من الكمية بعد وقت ثابت اللي هو لسه سميناها هاف لايف. كويس يا بطل. تعالى بقى بالمقارنة بقى نشرح نوع تاني من الإليمينيشن، يعني نوع رخم شوية وبيضايقنا اسمه زيرو أوردر إليمينيشن. لو حضرتك برضو بتعمل كيرف كده، بتحط هنا بتعمل بلوتنج للإيه للتايم، وهنا فيرسس بلازما كونسنتريشن، وهقول لك برضو أنت عندك دواء القرص بتاعه فيه 100 مللي جرام. هنا بقى النوع ده من الإليمينيشن، الجسم أو الكدني أو أجهزة الجسم عندك بتقول لك أنا ما أقدرش أخرج فيكسد ريشيو، يعني ما اقدرش اخرج 50% من الدواء كل وقت ثابت، لا انا اخرج كلمه اماونت، فيكسد اماونت وليس ريشيو. يعني احنا هنغير كلمه واحده في الديفينيشن هتفرق معانا. بدل كلمه ريشيو دي هنا كنا بنقول فيكسد ريشيو اوف ذا دراج از اليمينيتد بير يونت تايم، هنا هنقول فيكسد اماونت اوف ذا دراج از اليمينيتد بير يونت تايم. يعني ايه؟ يعني جسمك بيقول لك الدواء الفلاني ده ها انا مقدرتي اخرج منه 5 مللي جرام مثلا كل ايه بير اور، يبقى 5 مللي جرامز او 4 مللي جرام واتيفر على حسب نوع الدواء، يعني 5 مللي جرام كل ساعه. طيب ايه يا سيدي اللي حصل؟ يعني ليه ما بتخرجش 50%؟ ليه ما بتقوليش انا اقدر اخرج 50% كل وقت ثابت؟ تقول لك اصل الدواء ده علشان يخرج محتاج انزيم، محتاج سيرتن انزيم يخرجه. الانزيم ده مسؤول عن الميتابوليزم بتاعه او مسؤول عن الاكسكريشن، بدون هذا الانزيم الدواء يتحبس، وهذا الانزيم ساتيورابل. عارف يعني ايه ساتيورابل؟ يعني بيحصل له ساتيوريشن، ما يقدرش يشيل اكتر من 5% 5 مللي جرام او 4 مللي جرام كل ساعه. كل دواء بقى على حسب، يعني مثلا الكحول ها الكحول بيقول لك انا بخرج 15، او الانزيم اللي بيخرج الكحول او بيعمل له ميتابوليزم او ديجراديشن بيقول لك انا مقدرتي 15 مللي جرام كل ساعه. طيب هنا بقى في مشكله. ليه؟
لان هنا كنا بنقول فيكسد ريشيو، ريشيو يعني 50% من الكميه اللي موجوده بتخرج، واتفر الكميه كانت قد ايه. انما هنا بقول لك لا، انا ماليش دعوه بالكميه، انا بخرج 5 مللي جرام او 4 مللي جرام، او يعني اماونت فيكسد اماونت بير يونت تايم. هتديني 100 مللي جرام هخرج منهم سي مثلا 5 مللي جرام كل اور، هتدي 1000 مللي جرام هخرج 5 مللي جرام في الساعه برضو، هتدي 10000 مللي جرام هم نفسهم ال 5 مللي جرام اللي هيخرجوا. ده معناه ان حضرتك لو غلطت في الدوز واديت دوز زياده الدواء هيطول معاك. هيطول ليه؟ لان احنا مش بنخرج منه 50%، احنا بنخرج فيكسد اماونت، لان الانزيم اللي بيخرج ما بيقدرش، هو مقدرته كده، قدرته على انه يشيل الدواء ويخرجه ويعمله ميتابوليزم قدرته الشيء الحاجه الفلانيه دي. بالتالي بقى هذا النوع من الميتابوليزم اللي احنا بنخاف منه، لانه عرضه لان الدواء يطول معاك، يطول في الدم. ليه يطول؟ هنفرض يا اخي ان الانزيم بيقول لك انا بخرج 1 مللي جرام كل ساعه. طب افرض انت اديت 100 مللي جرام والانزيم بيقول لك انا هخرج 1 مللي جرام كل ساعه، ده معناه ان الدواء ده هيخرج بعد 100 ساعه، ما هو 1 مللي جرام كل ساعه. ده مش بس كده، ده احيانا الانزيم اللي بيخرج ده يحصل له في النص ساتوريشن. مش بس كده، مش بس ساتوريشن، ده ممكن انت تغلط في الروشتة وتدي مثلا تو دراجز، دوايين، والدوايين دول بخرجوا بالزيرو اوردر اليمينيشن، محتاجين نفس الانزيم. يعني حضرتك في الروشتة بتاعتك كتبت دوايين محتاجين عشان يخرجوا نفس الانزيم، هيحصل بينهم كومبيتيشن، يقوم الانزيم واخد دواء يخرجه بالراحه كده والدواء التاني يتحبس على ما يبقى الانزيم يفضاله. ده معناه ان اي دواء بقى بيخرج بالزيرو اوردر اليمينيشن عرضه انه يحصل له كيوميوليشن، وعرضه انه يتحوش في دم. مش بس كده، استنى يا سيدي، ده لو الانزيم عطل في النص او حصل له ساتوريشن او حصل له كومبيتيشن بدواء تاني، يعني في دواء تاني دخل كان محتاج نفس الانزيم ده عشان يخرج، الانزيم ده يقول لك والله شوف انا كنت ماشي صح اهو، بس معلش نريح شويه. طب نريح ليه؟ حصل كومبيتيشن، في دواء تاني خد الانزيم. طيب وبعد شويه الانزيم يقول لك طب يلا نبتدي نشتغل، وبعد شويه يقول لك معلش الانزيم حصل له ساتوريشن او حصل له كومبيتيشن. يبقى اذا منحنى او الكيرف بتاع الدواء في الدم ما هوش ماشي لينير، مش ماشي منتظم، مش رياضي، مش ماثيماتيكال زي الاولاني كده. ولذلك احيانا في بعض الكتب يوصفوا الزيرو اوردر اليمينيشن ده، ساعات يقولوا ساتيورابل اليمينيشن نسبه للساتيورابل انزيم اللي بيخرج، وساعات يقولوا نون لينير اليمينيشن. نون لينير، ودي مش الكلمه دي مش مكتوبه عندك وخد بالك منها عشان الام سي كيو، كلمه نون لينير اليمينيشن تعني زيرو اوردر اليمينيشن، لان انت يو كان نوت اكسبكت ذا بلازما كونسنتريشن ات ا جيفن تايم. هنا كنت متوقع الدواء موجود في الدم قد ايه بعد وقت معين. يعني لو انا قلت لك مثلا ان في دواء بخرج كل 6 ساعات 50% كل 6 ساعات، هتعرف تقول لي والله بعد 18 ساعه يكون اللي موجود 12.5% عادي بالورقه والقلم. انما هنا يو كان نوت اكسبكت. ليه؟ لان هتقول لي مثلا ايه، ها ماشي يا سيدي، هتقول لي ما هو الكتاب عامل لي ازاي نون لينير، اذا كان الكتاب بتاعي راسم لي كيرف عامل كده ما هو لاين اهو. هقول لك يا سيدي الكتاب مفترض عندك ان الانزيم اللي بيخرج ما عطلش ولا حاجه، يعني عمال يخرج مثلا 5 مللي جرام كل اور، فهو الدواء نازل اهو. ايوه جايز يطول معانا شويه بس هيبقى منحنى كده. انما انا بفترض بقى معاك دلوقتي ان جه في النص الانزيم حصل له ساتوريشن او حصل له كومبيتيشن بدواء تاني، يقوم يعطل وبعدين يشتغل وبعدين يعطل وهكذا، ممكن يبقى المنظر عامل كده. فلو المنظر عامل كده نسميه بقى نون لينير. فهمت كلمة نون لينير يعني ايه؟ يعني ممكن الانزيم يحصل له ساتوريشن وكومبيتيشن وغيره وغيره وهكذا. طيب يا بطل، من هنا بقى بنقول لك انه الدواء ده الهاف لايف بتاعته نوت فيكسد. يعني ايه نوت فيكسد؟ يعني افرض ان انت مثلا اديت الدواء بتاعك 100 مللي والانزيم كان بيخرج 5 مللي جرام كل ساعة. طيب حلو، اقدر اقول لك طب يعني بعد قد ايه يكون خلص، يكون خرج نص الكميه؟ تقول لي هو نص الكميه 50 وهو بيخرج 5 مللي جرام كل ساعه، يبقى بعد 10 ساعات 10 ساعات يكون نص الكميه خرجت، ادي 10 اور اهو. حلو جميل هايل. طب يا بطل، ما تفرض في بعد ال 50% دول ما خرجوا الانزيم عطل او حصل له ساتوريشن او مش قادر يشتغل او حصل له كومبيتيشن، هل ال 50% التانيين اللي متبقيين هيخرجوا برضه في 10 ساعات؟ هتقول لي لا، لا ممكن ما يخرجوش في خلال 10 ساعات، ممكن يطولوا لان الانزيم عطلان، على ما يبقى الانزيم بقى يحصل له ريجينريشن ويشتغل، او الكباسيتي بتاعه الانزيم ان في دواء تاني دخل خد الانزيم وعمل كومبيتيشن وهكذا. يبقى اذا هذا الدواء ده الهاف لايف بتاعته نوت
not fixed يعني غير ثابته. طيب نقارن او نشرح موضوع تاني مهم برضو. لو هنا في الفيرست اوردر اليمينيشن وسالتك سؤال كده ايه لئيم شويه وقلت لك هل تقدر تثبت الدواء في الدم، تثبته يعني الدواء ما ينزلش ما يوصلش للزيرو، تقول لي اقدر. اقول لك ازاي؟ هتقول لي هنا مش انا عارف ان النوع ده من الاليمينيشن الدواء بيخرج 50% كل وقت معين، هذا الوقت سميناه هاف لايف، وهذا الوقت ثابت وفيكسد ما بتغيرش. اقول لك اه، تقول لي جميل جدا. اللي يحصل بقى ان احنا ممكن في النوع ده من الاليمينيشن كل ما كميه تخرج اجي في الوقت المناسب واقوم معوض الكميه دي، او ما انا مدي لك دوز كل ما الكميه تخرج او ما انا داخل معوض لك الكميه وهكذا، كل ما الدواء ينقص في الدم نفضل ماشيين عاملين كده، يبقى الدواء عمره ما هينقص في الدم. ليه؟ الكميه اللي بتخرج حضرتك بتعوضها في الوقت المناسب. انت عارف ان الدواء بيخرج 50% منه مثلا كل 6 ساعات، يبقى انت لو جيت كل 6 ساعات عوضت الكميه اللي خرجت دي الدواء هيفضل ثابت في الدم. ايه ثبات الدواء في الدم؟ بنسميه كلمه الثبات ان الدواء يثبت في الدم كده بنسميه CBSS، ستيدي ستيت بلازما كونسنتريشن. اعلى مستوى للدواء في الدم بنسميه بيك ليفل، واوطى مستوى للدواء في الدم بنسميه تراف ليفل. تراف يعني اقل مستوى، والدواء يفضل يعني ايه بيتارجح كده ما بين التراف ليفل والبيك ليفل، ده بنسميه CBSS المستوى الثابت. وهذا الرينج ما بين التراف والبيك نسميه ثيرابيوتيك رينج. لو حد سألك في امتحان what is therapeutic range هتقول لي هو المستوى اللي الدواء بيتحرك فيه في الدم ما بين اعلى مستوى بيوصل له واقل مستوى بيوصل له. الممتحن هيقول لك طب وايه اللي يخلي الدواء كده يثبت في الدم لا بعلى ولا بوطى عن كده؟ تقول لي لان انا باجي في الوقت المناسب اعوض الكميه اللي خرجت، الكميه اللي خرجت انا بدي قدها بالظبط، عمرك الدواء لا هينقص قوي ولا هيزيد قوي، هيفضل ماشي كده في النورمال ثيرابيوتيك رينج بتاعه، او اللي احنا هنسميه ان الدواء ثابت يعني ثابت ماشي ثابت كده هنسميها CBSS ستيدي ستيت بلازما كونسنتريشن. هاجي لك هنا اقول لك طيب هل تقدر تحقق لي بسهوله لو الدواء بيخرج بزيرو اوردر اليمينيشن هل تقدر تحقق لي ستيدي ستيت بلازما كونسنتريشن بسهوله؟ هتقول لي لا مش بسهوله. ليه؟ لان عشان تحقق ستيدي ستيت بلازما كونسنتريشن لازم الشرط عندك يكون الريت of administration يساوي الrate of elimination، صح كده؟ مش ده اللي اتفقنا عليه؟ الكميه اللي بتخرج انت بتعوضها، فيبقى الدواء كده ماشي اهو ثابت. انما هنا في الزيرو اوردر elimination لو انا بقول لك انت اديت دواء مثلا ايه قرص 100 مللي جرام، وال 100 مللي جرام دول الجسم بيخرج منهم 5 مللي جرام بير اور كل ساعه، الانزيم الكباسيتي بتاعته كده، هل تقدر تثبت الدواء في الدم؟ هتقولي طب نحاول. طيب هاجي بعد ساعة ادي الخمسة ميلي جرام اللي ايه اللي خرجت خلاص ماشي تمام، واجي بعد ساعة كمان ادي 5 مللي جرام كمان. الله، هو انت هتعرف تدي الدواء كل ساعة يعني ادي في اليوم 24 دوز؟ صعب جدا. الحاجة التانية، طيب ما جايز الانزيم اللي بيخرج ده يكون عطل في النص، يكون ما مش قادر يخرج الدواء دلوقتي. يا اخي العيان خد حاجة خلت الانزيم يعطل، ما هو المشكله في النوع ده من الاليمينيشن يا شباب ان هو اخراج الدواء معتمد على انزيم معين، من غير الانزيم الدواء يتحبس في جسمك، يعني الدواء وجوده في الدم وفي جسمك رهن بانزيم معين. طيب وبناء عليه لو الانزيم ده عطل او حصل له ساتوريشن او كومبيتيشن يبقى كده ما هوش قادر يخرج، انت بقاش عرفك ان الانزيم عطل في اللحظه دي عشان تعوض الكميه، يبقى انت علشان ثانيا ما انا قلت لك ان ملوش فيكسد هاف لايف، ما هو الدواء ساعات يخرج 50% منه بعد وقت معين وال 50% التانيين يطولوا معاك لان الانزيم عطل، يبقى انت هنا متلخبط. عشان توصل لكلمه سي بي اس اس مع دواء بيخرج بزيرو اوردر اليمينيشن انت هتتعب شويه. وانا هطمنك واقول لك احنا يعني بيجي لنا الادويه دي جاهزه، الشركات عملت التجارب دي، وهي بقى عشان توصل للسي بي اس اس وتعمل الحسابات بتاعتها وتكتبها في البامفلت اكيد جربت الدواء على اكتر من عيان وباكتر من طريقه علشان في الاخر تقول لنا يا جماعه الدواء ده بيخرج بزيرو اوردر اليمينيشن، ولو انت محتاج تثبته في الدم يعني والمستوى يثبت في الدم من فضلك تديه بالدوز الفلانيه كل وقت معين او الوقت الفلاني ده، ولو انت تجاوزت الدوز الدواء ده ممكن يتحبس في الدم ويعلى ويعمل لك سيفير توكسيستي. وعندك في الكتاب
في الصفحة اللي على اليمين رسمة كده فوق، عامل لك بشكل كده كما لو كان دواء، عمل لك نقط كده وقال لك ده الماكسيمم ليفل، يعني ده اقصى مستوى كنت انا محتاجه، وده اقل مستوى كنت انا محتاجه، سموه المينيمم ثيرابيوتيك ليفل، عندك في الكتاب الرسمه دي. وافترض ان كان في دواء كنا بنديها بدوزز معينه، وبعدين الدواء ده بيخرج بزيرو اوردر اليمينيشن، فلما الدكتور زود شويه الايه الدوز او الريت اوف ادمنستريشن، الدواء الليفل بتاعه بدا يرتفع ويتخطى التوكسيك ليفل، وبدا يتحبس في الجسم. بيتحبس في الجسم ليه؟ لان الانزيم اللي بيخرجه كان نوت، مش قادر يخرج اكتر من الكميه او الكباسيتي بتاعته، فالدواء بدا يحصل له كيوميوليشن وبدا يعمل لنا توكسيستي. الله، على كده بقى الكلام ده مش ممكن يحصل هنا، لان هنا انا عارف ان الدواء بيخرج 50% منه كل وقت معين، وانا مظبط نفسي ان كل وقت معين، كل وقت ثابت انا بدي الكميه دي بالظبط، لا بزيد ولا بقل، وانا عارف ان الدواء بيخرج بيحلف انه بيخرج كل وقت ثابت، ما بيخلفش معايا. ليه ما بيخلفش؟ لانه مش محتاج انزيم عشان يخرج، مش محتاج دوشه عشان يخرج، مش محتاج اليه معينه. انما هنا الموضوع معقد شويه، ولذلك علشان توصل للسي بي اس اس وكده بتاخد وقت طويل. طبعا النوع ده اللي بيهمنا بقى بالنسبه لل يعني لشغلك كطبيب، ده اللي يهمك، ان انت لو عرفت ان في دواء بيخرج بزيرو اوردر اليمينيشن، بتبتدي تحاسب ان انت ما تزودش الدوز والنبيل، وحاول ما تتخطاش الجرعه اللي الشركه قايلاها، وحاول ان انت تكشف على العيان كويس، تشوف الكدني بتاعته اخبارها ايه، تشوف الليفر اخباره ايه، لان هذا النوع من الاليمينيشن وهذه الادويه عرضه لكلمه كيوميوليشن زي ما انا قلت لك، يعني عرضه انها تتحبس في الجسم، وعرضه ان ممكن تدي دوايين مع بعض يتخانقوا مع بعض على نفس الانزيم، اذا كانوا هما الاثنين بيخرجوا بزيرو اوردر ممكن يتخانقوا على نفس الانزيم والاثنين يتحبسوا ويحصل بينهم انتر اكشن ودوشه. بناء عليه بقى احنا يعني يهمنا اقول لك ان لحسن حظك الادويه اللي بتخرج بزيرو اوردر اليمينيشن مش كتير، ده هي مثلا هنقول بالنسبه لك انت في المنهج كله ما تخطوش مثلا 5 أو 6 ادويه اللي بيخرجوا بالزيرو اوردر اليمينيشن، غالبيه الادويه بتخرج بالفيرست اوردر اليمينيشن، وبالتالي ما بنقلقش منها ما بنخافش. هنا بتقلق زي ما قلت لك لو العيان عنده رينال فيلير ولا عنده ليفر فيلير ولا عنده اي حاجه، ده بيقلقك جدا، كلمه زيرو اوردر دي بتقلقنا جدا. كمان هقول لك معلومه تانية تهمك برضو، لو عندك دواء بخرج بزيرو اوردر اليمينيشن، يعني بيقول لك انا محتاج انزيم عشان اخرج ومن غير الانزيم ده ما اخرجش، طيب ما هنا مثلا هنا بنحط التايم وهنا الكونسنتريشن زي ما احنا متفقين، لو العيان ماشي على دوز معينه زي ما قلت لك، لو العيان خد من نفسه دوز اكتر او الدكتور غلط، الدواء ما عادش خارج، هيحصل له كيوميوليشن ويتحبس. ادي واحد. اتنين، لو العيان غير الفورميوليشن، الفورما بتاع الدواء، يعني ايه فورميوليشن؟ يعني الشكل الدوائي، الشكل الصيدلي، يعني مثلا مش تسمع ان في دواء الشركه عامله منه تابلتس، ونفس الدواء الشركه عامله منه كبسول، ونفس الدواء الشركة عاملة منه امبولات او يعني حقن وفوار، كياس فوار، هو نفس الدواء اهو. الفورمة دي اسمها فورميوليشن، كويس؟ جايز يكون العيان بياخد دواء بخرج بزيرو اوردر اليمينيشن وهو واخد بياخد مثلا متعود على الاقراص المعينة بتاعت الشركة الفلانية، هو مظبوط على الدواء على الدوز دي وبقاله فترة مظبوط عليها. جايز لو غير الشركة وجاب نفس الدواء بس من شركة تانية والفورمه متغيره، مثلا بدل التابلت فوار او بدل التابلت كبسولات، جايز الدواء يبتدي يتحبس في الجسم ما عادش يخرج. طب ليه؟ جايز الفورميوليشن الجديده دي، جايز من الكبسولات الجديده بتاعت الشركه الجديده دي يكون محطوط عليها اديتيف او يكون مخلوط عليها دواء تاني، وبالصدفه الدواء التاني يكون محتاج نفس الانزيم عشان يخرج، يبقى انت لو غيرت الفورميوليشن ممكن تعمل مشكله مع الانزيم اللي بيخرج والدواء يتحبس في جسمك وتحصل مشكله كبيره. وحصلت قبل كده مع عيانين وفي دول كتير قوي، ان العيان يبقى ماشي على فورمه معينه ويغيرها من نفسه لشركه تانية يقوم الدواء يعمل له توكسيستي. طيب نمره 3، زي ما قلت لك عشان تحصل على سي بي اس اس انت محتاج لونج تايم، محتاج تقعد تجرب او الشركه محتاجه تجرب مع عيان واثنين وثلاثه علشان في الاخر توصل لحسابات دقيقه، بحيث ان انا لما بدي الدواء كل وقت معين ها ما يحصلوش كيوميوليشن وما يتحبسش في جسم العيان، اعتمادا على ان انا عرفت الانزيم اللي بيخرج وبيخرج قد ايه وكل وقت قد ايه، وبناء عليه الشركه قالت لك يا جماعه الدواء ده اهو يتاخد بالشكل الفلاني ومن فضلكم لا تزودوا ولا تقللوا عن الجرعه اللي انا قايلها لكم.
ماشي يا بطل. ده الفرق الجوهري اللي بين او الفروقات الجوهريه اللي ما بين كلمه زيرو اوردر اليمينيشن فيرست اوردر وزيرو اوردر اليمينيشن. والسؤال ده بيجي في الامتحان كتير جدا، يقول لك منشن مثلا 3 ديفرنسز او 5 ديفرنسز بتوين فيرست اوردر اليمينيشن وزيرو اوردر اليمينيشن، عندك بقى فروقات كتير اهو. طيب ندخل على الكونسبت الثاني اللي هنشرحه النهارده اللي هو كلمه هاف لايف. هاف لايف يعني عمر النصف زي ما قلت لك، وبتهيألي واحنا بنشرح جات سيرته كتير وشاورنا عليه. هاف لايف معناها ايه؟ باي ديفينيشن، انا هقول لك ديفينيشن سهل اسهل حتى من اللي عندك في الكتاب. هاف لايف معناها ذا تايم، ذا تايم نيدد تو اليمينيت تخرج 50% اوف ذا دراج. منين؟ من البلازما. يعني الزمن اللازم لان الدواء اللي موجود في دمك يوصل لنص الكمية، او بمعنى اخر هو الزمن اللازم لان نص الكمية بتاعت للدواء في دمك يخرج. طيب حضرتك ساعات نسمي كلمة هاف لايف دي، ساعات الافضل الاكثر يعني دقة انك تسميها بلازما هاف لايف. بلازما هاف لايف، لان احنا بنتكلم على وجود الدواء في الدم. احنا الوقت عمالين نتكلم من اول الفيديو لاخره على ايه وجود الدواء في الدم، اخباره ايه، بخرج بعد قد ايه، منين، من كلمه الدم دي ماشيه معانا. لكن لو غيرت كلمه بلازما بكلمه تيشو، وهقول لك يعني ايه، دخلنا في قصه تانية خالص مش موضوعنا بقى النهارده. يعني لو قلت مثلا ذا تايم نيدد تو اليمينيت 50% اوف ذا دراج، بدل ما تقول بلازما تقول فروم ذا تيشو، دي ما اسمهاش بقى بلازما هاف لايف، دي بيسموها بايولوجيكال هاف لايف. بايولوجيكال هاف لايف يعني تاني كده افرق لك بسرعه ما بين الاثنين. حضرتك لو قلت ان انا عندي دواء، الدواء ده اديته للانسان، فانا هشوف بعد قد ايه بالساعه كده نص الكميه اللي انا اديتها، نص الكميه اللي في الدم خرجت. لو قلت نص الكميه اللي في الدم خرجت بعد قد ايه، دي اسمها هاف لايف. اما لو كان الدواء راح التيشو بقى مش في الدم، يعني الدواء دلوقتي راح انسجه جسمك، راح البرين والليفر وغيره، لو انت قلت لي من فضلك البيولوجيكال هاف لايف معناها ايه، اقول لك ذا تايم نيدد تو اليمينيت 50% اوف ذا دراج فروم ذا تيشو، مش من الدم بقى، من التيشو المره دي. يعني مثلا الدواء ده راح قعد في البرين، طيب قعد في البرين قد ايه؟ افرض ان قعد في البرين مثلا يوم، طيب وبعد يوم نص الكمية خلاص خرجت من البرين، يبقى الدواء ده البيولوجيكال هاف لايف بتاعته يوم، يعني بيفضل في البرين لمدة يوم، ثم 50% منه يبقوا اليمينيتد من التيشو من البرين. ده هذا المصطلح مختلف عن كلمة عن كلمة بلازما هاف لايف. يبقى بلازما هاف لايف ذا تايم نيدد تو اليمينيت 50% اوف ذا دراج فروم ذا بلاد فروم ذا بلازما. اما بيولوجيكال هاف لايف ات از ذا تايم نيدد تو اليمينيت 50% اوف ذا دراج فروم ذا تيشوز، مش من البلازما بقى المره دي. طيب احنا بنتكلم على البلازما، احنا بقى يعني في كتابك وقصتنا بنتكلم على الهاف لايف كما لو كانت بلازما هاف لايف، يعني بنتكلم على 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 الدواء في الدم وليس في التيشو. طب يا باشا هنعمل الكيرف بتاعنا، هنحط هنا التايم وهنحط هنا الكونسنتريشن بتاع الدواء. حضرتك هنفرض ان حضرتك اديت جرعه من الدواء او دوز من الدواء 100 مللي جرام، زي ما قلت لك بعد وقت معين ال100 يبقوا 50، ثم وقت مماثل بالظبط يبقوا 25، وهكذا لحد ما توصل لكلمه 5 هاف لايف، الدواء يبقى 3% من قيمته. اهو الوقت ده زي ما قلت لك احنا سميناه هاف لايف. ها كويس كده. بتحسب الهاف لايف ازاي؟ بنحسبها بطريقتين، واحد اتنين. تقدر تحسب الهاف لايف بتاعت اي دواء باليدوي، يدوي بالطريقه دي، ان حضرتك تدي الدواء مثلا لعيان، وبعدين انت مثلا اديت 100 مللي جرام، كل شويه تاخد بلازما كونسنتريشن وتشوف بعد قد ايه بقوا ال 100 بقوا 50، يبقى الوقت اللي مر ده يبقى هو ده الهاف لايف. عايز تتاكد استنى وقت مماثل، هتلاقي ال 50 اللي في دمه بقت 25. عايز تتاكد اكتر استنى وقت مماثل، هتلاقي ال 25 بقت 12.5، وهكذا لحد ما الدواء يبقى كومبليتلي اليمينيتد، او يعني 3% منه اللي موجودين بس بعد 5 هاف لايف. كويس يا بطل. طيب دي طريقه، انما في طريقه تانية يعني ممكن ايه بالحساب بقى. انا قلت لك مره ان في معادله شهيره جدا عندنا في الفارماكوكينيتكس، واحنا مش وظيفتنا
مش وظيفتنا ابدا ان احنا ندخلك في معادلات معقده، لان انت هتطلع في الاخر زي ما قلت لك طبيب بيتعالج الناس في مستشفى، فمش وظيفتنا نكلكعك في المعادلات. لكن هي معادله بسيطه احفظها عمياني كده، كانت بتقول كليرنس بيساوي 0.7 في فوليوم اوف ديستريبيوشن على هاف لايف. المعادله دي معادله مقدسه عندنا في الفارماكوكينيتك، وبتربط بين ثلاث مصطلحات او ثلاثه بارامترز. الكليرنس انت لسه ما خدتوش، الفوليوم اوف ديستريبيوشن كلمتك انا عنه في فيديو قبل كده، والهاف لايف اديني بكلمك عنها. يعني معادله بتربط ما بين ثلاث مجاهيل زي ما بيقولوا في زي ما كانوا بيقولوا في الفيزياء زمان. حضرتك لو بمعلوميه اي اتنين تجيب التالت، بس بشرط وخد بالك من ده عشان ما تغلطش في الام اس كيو، لو جالك مساله حاول بس توحد الايه اليونتس، يعني الدقيقه تبقى هنا مثلا، لو قلنا الكليرنس بتحسب بالدقيقه بالملي بير مينت، يبقى الفي دي برضو خليها ملي ومينت، والتايم خليه مينت عشان الايه الحسابات تطلع مظبوطه معاك. المعادله دي معادله بسيطه جدا وسهله، وزي ما قلت لك عايز تحسب الكليرنس بمعلوميه الاثنين دول خير، عايز تحسب الهاف لايف بمعلوميه الاثنين دول. يعني لو انا اديتك مثلا مساله فيها الكليرنس وفيها الفوليوم اوف ديستريبيوشن، تعرف انت من المساله تطلع الهاف لايف بكل سهوله بعد ما توحد اليونت زي ما قلت لك. يبقى دي الطريقه الثانيه للحساب، يا اما تحسب يدوي زي ما قلت لك كده او تحسب بالطريقه دي. طيب يا باشا ايه اهميه الهاف لايف؟ بتدرس هاف لايف ليه؟ اللي هو الكونسبت ده يعني. بندرس الهاف لايف للاتي. حضرتك مش انت لما تطلع ان شاء الله تتخرج وتفتح عياده هتكتب للناس روشته كده، هتقول له مثلا الدواء الفلاني يا سيدي هتاخد منه مثلا كبسوله، ها مش بتكتب كده كل 6 ساعات او قرص كل 8 ساعات او ساعات قرص كل 12 ساعة، مش انت بتعمل كده؟ طب كلمة كل دي ايه؟ اهي كلمة كل دي هي دي الهاف لايف. طب وانت بتعمل كده ليه؟ بتكتب ليه قرص كل 6 ساعات او كبسولة كل 8 ساعات؟ ليه؟ علشان تثبت الدواء في الدم، عشان الدواء يثبت في الدم يقوم العيان يتعالج. يبقى اول فايدة للهاف لايف اللي مكتوب عندك دي knowing او determination of the inter dosage interval. انتر دوزج انترفال يعني تكتب الدواء كل قد ايه. الهاف لايف هي اللي بتمكنك انك تكتب الدواء كل وقت ثابت عشان تاخد يعني الدواء يثبت معاك في الدم. كمان مش بس كده، لاحظ معايا انك لو انت ما كتبتش الدواء كل هاف لايف، لو انت حبيت يعني او العيان بياخد الدواء بكيفه، طب ما هو الدواء مش هيثبت عمره في الدم لو العيان ما انتظمش وخد الدواء زي ما انت كاتبه. يعني قلت له قرص كل 6 ساعات، لو العيان بقى بمزاجه عمال ياخد بمزاجه الدواء هيعمل كده. ايه ده؟ ده مش ده ايه ده؟ ده ممكن يوصل لتوكسيك ليفل، او ممكن يوصل اقل من الايه من المينيمم افكتيف كونسنتريشن. انما لو خد الدواء بانتظام كل يعني هاف لايف بانتظام زي ما انت قايل له في الروشته بالظبط، هيبقى كل ما الدواء ينزل العيان بياخد القرص بالظبط في الميعاد في الميعاد في الميعاد في اهو الدواء كده ثبت، حققت سي بي اس اس بدون ما تتخطى البيك، يعني البيك ما تتخطاش التوكسيك ليفل ولا الترف ليفل ينزل تحت المينيمم ثيرابيوتيك رينج، وبالتالي هذا العيان هيجيب معاك نتيجه وهيتعالج بسهوله. يبقى اول فايده للهاف لايف انها مكنتك تدي الدواء كل قد ايه. طيب تاني فايده للهاف لايف في الطب الشرعي بقى، حضرتك لو حد مثلا خد دواء وبعدين دخل منك في كوما، يعني افرض ان في عيان مثلا انتحر بدواء وخد دوز معينه وبعدين جه الاستقبال وهو في حاله غيبوبه، ما انتش عارف مش عارف تاخد منه معلومات ولا من اهله. طيب يا اخي ما تاخد بلازما كونسنتريشن، ما تاخد عينه من دمه وبمعلوميه العينه دي تقدر تعرف هو ايه. انت بس كل المطلوب انك تعرف هو خد الدواء امتى، يعني ابتدى امتى او بدايه اخدانه الدواء كانت الساعه كام. شوف اللي موجود عندك الوقت قد ايه، وبمعلوميه الهاف لايف تقدر تعرف هو خد قد ايه اصلا الكميه اللي خدها. طيب غير كده وكده، حضرتك لو انت مدي دواء مثلا 100 مللي جرام او اديت كميه من الدواء، مش انت عارف ان بعد 5 هاف لايف يكون اختفى من الدم؟ يعني النهارده مثلا ممكن لو انت بتغش في الرياضه، لو انت لعيب مثلا في الاولمبياد وعايز تغش مثلا، اعرف بس انت المعلومه دي وخلاص، وبعدين انت خد الدواء المنشط اللي هتاخده هتروح تلعب وهتغش في الموضوع وانت عارف ان الدواء هيختفي من دمك بعد 5 هاف لايف. فسي مثلا الدواء كانت الهاف لايف بتاعته 10 ساعات، يبقى لو انت خدت جرعه دلوقتي انت عارف انه هيختفي من دمك بعد 50 ساعه، اللي هي 5 في 10 ب 50.
طيب ما هو انت لو استنيت الخمسين ساعة او الخمسة هاف لايف وجيت الدكتور اللي بيكشف عليك وخد عينة من دمك مش هيلاقي الدواء. يبقى الدواء انت بمعلومية الهاف لايف قدرت انك تتخطى حاجة زي كده. طيب الكونسبت الثالث اللي هو الستيدي ستيت بلازما كونسنتريشن اللي مشروعها عندك دي بنكتبها كده سي كبيرة يعني كونسنتريشن جنبها بي اس اس بالخط الصغير نطق من اليمين للشمال ستيدي ستيت بلازما كونسنتريشن. يعني ايه ستيدي ستيت بلازما كونسنتريشن؟ باي ديفينيشن ستيدي ستيت بلازما كونسنتريشن مينز ذا ستيدي ستيدي يعني ثابت ستيدي دراج ليفل ها يعني ان الدواء يثبت في الدم. امتى يتحقق الستيدي ستيت بلازما كونسنتريشن؟ امتى الدواء يثبت في دمك؟ لو انت سالتني او يعني ببساطه كده هقول لك والله الدواء يثبت في دمك عند تحقيق شرط مهم ان الريت اوف ادمنستريشن يساوي الريت اوف اليمينيشن. يعني اللي بخرج احنا بنعوضه كل ما يخرج 50% بنديهم يخرج 100% وهكذا يعني الكميه اللي بتخرج بنديها يبقى اذا الدواء يثبت في الدم ما عادش يختفي. تعال نعمل ماثيماتيكال موديل كده ونمثلها جرافيكال. يعني لو انا بقول لك برضو نعمل الكيرف بتاعنا كده هنحط هنا تايم كالعاده وهنا كونسنتريشن. لو حضرتك عندك دواء مثلا كتبته للعين بتاعك ادى روشته اهي وقلت له الدواء ده خد قرص كل 6 ساعات كويس والقرص فيه 100 مللي جرام دي روشتتك اهي القرص فيه 100 مللي جرام قلت له خد قرص كل 6 ساعات اتفقت معاك ان كلمه كل دي معناها هاف لايف يعني كلمه 6 ساعات دي هتبقى مثلا الهاف لايف بتاعت الدواء ده. طيب الموديل اللي على السبوره ده العيان هياخد قرص كل هاف لايف بشكل ثابت ادى اول قرص خده ادى اول تابلت كانت 100 بعد اول 6 اورز هيكون اللي موجود في دمه كام؟ 50 لان خرج 50% وبقي 50 كويس وهو بياخد قرص بانتظام كل 6 ساعات عنده 50 متحوشين في دمه وهياخد كمان 100 عليهم اللي هو القرص يعني اصبح في دمه 150 طب عند كمان 6 ساعات كمان اللي هو الثاني هاف لايف يعني يكون ال 150 نزلوا بقوا 75 اللي هو النص وهو بياخد قرص 100 يبقى 175 عند ثالث هاف لايف تكون ال 175 نصهم كام؟ هنفرضها يعني خليها 180 يبقى مثلا 90 او يعني 87 ونص يعني عشان بس نخرج من كلمه كذا ونص دي يعني نبقى نص ال 175 87 ونص 90 وات ايفر. طيب ما هو بياخد 100 بياخد قرص ثابت في 100 مللي جرام وهو متحوش في دمه الكميه دي لاحظ ان كل مع كل قرص بياخده بيكون في دمه متحوش شويه من الايه من الدوزز اللي خدها قبل كده. طيب 100 زائد ال 87 ونص دول يبقى 190 مثلا او 187 ونص عند الهاف لايف رقم 4 وكل واحده 6 ساعات يعني كل فتره من دي اللي هي هاف لايف 6 ساعات يكون ال 190 نزلوا بقوا نصهم كام 190 95 وهو بياخد قرص 100 يبقى 195 كويس عند الهاف لايف رقم 5 يكون اللي موجود كام نص ال 195 يعني 97 ونص يعني تقريبا اللي موجود في دمه كميه قريبه قربنا من ال 100 مللي جرام الله يعني بعد 5 هاف لايف يكون العيان مع كل دوز خرج شويه وبقي شويه مع كل دوز حوشنا شويه لحد ما وصلنا عند الهاف لايف رقم 5 حوشنا كميه في الدم مساويه للكميه اللي انا بديها. من هنا يا بطل بقى عند الهاف لايف رقم 5 شوف اللي هيحصل. انا محوش في دمي 100 مللي جرام من الحبه اللي فاتوا زي ما اتفقنا كده. عيد الفيديو تاني وشوف انا مشيت ازاي وابتدي باي رقم يعجبك يعني بدل 100 دي لو عايز تبتدي ب 50 ابتدي عايز تبتدي ب 1000 ابتدي المهم ان امشي رياضيا كده مع كل هاف لايف الكميه تبقى نص زائد اللي انت بتديه واحسب. عند الهاف لايف رقم 5 زي ما قلت لك انا عندي 100 مللي جرام مساوية للقرص اللي انا بدي 100 دول متحوشين في دمي. طيب 100 متحوشين في دمي وبدي قرص عليهم 100 بقينا كام؟ بقينا 200. طيب هنزل عند الهاف لايف رقم 6 ال 200 بقت 100 وبدي قرص 100 200 وال 200 تبقى 100 الله ده انا كده ما عنتش لا بعلى ولا بوطة خلاص كده انا هنا وصلت لكلمة ستيد ستيد بلازما كونسنتريشن. انا عارف ان انا اول ما ابتديت الرسم انت تخيلت ان انا هفضل طالع كده بلا ايه تخيلت ان الدواء هيفضل طالع كده ان انا عمال كل شويه عندي شويه متحوشين على اللي بديهم فالدواء هيعلى. لا ده الصح ان الدواء لو انت مشيت معاه رياضيا بالورقه والقلم
هتلاقي الدواء يفضل طالع معاك طالع طالع لحد الهاف لايف رقم 5. عند الهاف لايف رقم 5 دي الدواء ثبت في الدم خلاص. ليه؟ لان اصبح متحوش عندك في دمك كميه مساويه للي انا بديها من بره. تحقق الشرط اللي انا قلت لك عليه من شويه اللي هو الريت اوف ادمنستريشن يساوي الريت اوف اليمينيشن. هنا تحقق شرط الستيدي ستيت بلازما كونسنتريشن، وعمرك لا هتعلى ولا توطى عن كده. اصبح التراف ليفل بتاعك 100 والبيك ليفل بتاعك 200، وانت منحصر ما بينهم، ما بين ال 100 وال 200، ما بين ال 100 وال 200 ده سميناه ثيرابيوتيك رينج زي ما قلنا من شويه. ويبقى المتوسط الحسابي بتاعهم ما بين 100 ل 200 مثلا 150، يبقى الستيدي ستيت بلازما كونسنتريشن عندك في الموديل اللي انا على السبوره ده 150 مللي جرام. يبقى انت لو بديت بقرص 100 واديته بانتظام كل وقت ثابت هتوصل بعد 5 هاف لايف ها لمره ونص قد اللي انت بتديه، وهو ده المستوى الثابت للدواء في الدم اللي بنسميه ستيدي ستيت بلازما كونسنتريشن. لاحظ معايا ان عندنا مجموعه قوانين رياضيه. القانون الاول نمره 1 ان انت حضرتك وصلت للستيدي ستيت امتى؟ بعد كام هاف لايف؟ نمره 1 كده انا وصلت للسي بي اس اس بعد 5 هاف لايف، هنسميها رول اوف 5، قاعده الخمسه. يعني انا مش ممكن الدواء يثبت في دمي قبل مرور 5 هاف لايف. طب ليه؟ لان في خلال الخمسه هاف لايف دول انا خدت خمسه دوزز من الدواء، خدت دوز واحد ثم اتنين تلاتة، مع كل دوز كنت بخرج كمية وبتبقى شوية في دمي. بعد مرور خمسة هاف لايف يعني بعد مرور خمسة دوزز اصبح الكمية اللي في دمي اللي متحوشة تماثل الكمية اللي انا بديها من بره. يتحقق الشرط rate of administration يساوي rate of elimination هنا. طب نمرة اتنين، القانون التاني، تاني قانون، انت القرص بتاعك هنا 100 صح؟ طيب والستيدي ستيت بقت كام؟ انت وصلت الستيدي ستيت في الموديل ده كام؟ مش انت الستيدي ستيت بقت منحصره ما بين 100 الى 200، 100 200 ها؟ يعني 150. يعني اذا الستيدي ستيت دايما بتبقى تساوي 1.5 قد الدوز اللي انت بتديها. يعني حضرتك اذا انا بدي دوز ثابته 100 مللي جرام، هتبقى عمياني كده وانت مغمض عشان الحسابات والام سي كيو، هتبقى الستيدي ستيت 150. طب لو قال لك انت القرص بتاعك 50 مللي جرام، هتوصل للستيدي ستيت امتى؟ قول له بعد 5 هاف لايف. كام؟ قول له مره ونص قد الدوز، تبقى 75 مللي جرام. طيب القرص بتاعي 200 مللي جرام، تبقى الستيدي ستيت كام؟ ها مره ونص تبقى 300 مللي جرام. يبقى اذا اللي انت بتعمله في الدوز ايه؟ دايما الستيدي ستيت مره ونص قد الدوز حضرتك. وده بتيجي اسئله ام سي كيو كتير ويلخبطك، يقول لك يا ترى ايه اللي هيحصل لو احنا ضاعفنا الدوز، خلينا الدوز دبل، ايه يا ترى اللي هيحصل في الستيدي ستيت؟ قول له هتبقى هي كمان دبل. يعني بدل ال 100 دي لو انا شطبتها وخليت القرص ده 200، طب ما هو برضه هفضل امشي كده، هتبقى الستيدي ستيت في الاخر 300. امشي يا باشا انت كده عندك بالورقه والقلم كده وامشي مع ال 200 دي، ها نصصها كده وهتوصل لستيدي ستيت 300 مللي جرام. طيب هل القاعده بتقول ان انا لازم اوصل للستيدي ستيت بعد 5 هاف لايف؟ ممكن انت لو انت واد بقى معلم يعني ممكن تكسر القاعده دي، ممكن توصل للستيدي ستيت بعد 1 هاف لايف، مش لازم تستنى 5 هاف لايف. اذا عملت حركه كده كتير من الاطباء بيعملوها وانت ما بتاخدش بالك. بص كده معايا قبل ما امسح السبوره كده، حتى هي مشخبطه بس ماشي الحال. يعني مش احنا حضرتك قعدنا ندي الدواء ادي اول هاف لايف وبعدين 2 3 4 عند 5 هاف لايف كنت محوش كميه قد اللي انا بديها، فتحقق الشرط بتاع الريت اوف ادمنستريشن ايكوال ذا ريت اوف اليمينيشن. طب ايه رايك بقى ان انا ممكن اجي للعيان بتاعي مع اول دوز بس، بدل ما كان القرص بتاعي 100 اقول له معلش مع اول دوز بس ها خد 200، بدل ما تاخد قرص خد مع اول مره قرصين بس كمل بعد كده قرص واحد، هتكون النتيجه ايه؟ هو خد قرصين في اول مره بقى 200 يعني. طيب ال 200 دول ينزلوا يبقوا كام؟ مع اول هاف لايف ال 200 يبقوا 100 صح؟ طيب وال 100 انا بقى من اول هنا هدي قرص واحد، يعني انا عندي 100 متحوشين اهم من اول جرعه وهدي 100 عليهم يبقى 200. طيب هننزل بقوا كام؟ ها بقوا 100 وبدي القرص. الله ده انا كده وصلت للستيدي ستيت من اول هاف لايف، ما احتجتش ان انا استنى 5 هاف لايف. طب هو ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انا اديت للعيان في الاول جرعه عاليه. ليه اديته جرعه عاليه؟ وفرت عليه بدل ما يستنى 5 هاف لايف
يحوش فيهم كمية مماثلة للي أنا بديه، طب ما أنا أوفر عليه من الأول، وبدل ما ياخد قرص واحد في الأول يبتدي الأول باتنين تابلت مع بعض، أو أضرب الدوس في اتنين، ثم بعد كده أمشي ثابت زي ما أنا ماشي، قرص كل ست ساعات زي ما أنا. كتير قوي تشوفوها أنت في الروشتات، كتير من الأطباء يكتبوا كده، يكتب للعيان بتاعه مثلا إيه؟ قرص كل ست ساعات، كويس؟ هو كده عارف إن قرص كل ست ساعات معناها إن الدواء هيثبت، هيبتدي يثبت في الدم بعد 30 ساعة، صح؟ لأن 5 في 6 30. إنما لو قال للعيان ابتدي ها بقرصين، يبقى العيان ياخد في أول مرة 2 تابلت مع بعض، يبقى على طول العيان هيوصل للستيد ستيت من أول هاف لايف، ما هوش محتاج يستنى 5 هاف لايف. دي ساعات بيسموها لودنج دوز. لودنج دوز يعني جرعة في الأول كبيرة علشان ان العيان يوصل للستيد ستيت بدري، يقوم يتحسن بدري بدل ما يستنى ايه 5 هاف لايف. او ساعات بعض الاطباء يكتب في الروشته بتاعته قرص كل 6 ساعات، بس يبتدي في الاول بحقنه، لان الحقنه دايما بيبقى فيها الجرعه اعلى شويه، يعني يقول للعيان خد الاول، معلش خد الاول الانجكشن دي، هي حقنه مره وبعدين كمل بقراص بقى قرص كل 6 ساعات. هو بيديله الحقنه في الاول ليه او الانجكشن ليه؟ لان عارف ان الانجكشن فيها هاي دوز، يقوم العيان يوصل للستيد ستيت من غير ما يستنى 5 هاف لايف. دي كلها اسمها رول اوف 5 عندنا، اللي هي القاعده الخامسه دي. وعندك الكتاب بقى رسم لك شويه رسومات، بيقول لك طيب افرض بقى ان كان العين ماشي على دواء، وهو الدواء خلاص ماشي عليه بقاله زمان يعني، ومنتظم وزي الفل، والدواء اهو تمام اهو في الستيد ستيت، ثم العين بطل الدواء فجاه. اقول له طيب كان الدواء ماشي في الستيد ستيت اهو، وبعدين العين بطل الدواء فجاه، هيتطبق عليه برضو رول اوف 5، الدواء هيبتدي ينزل لحد بعد 5 هاف لايف، ها يكون وصل ل 3% من قيمته واختفى من الدم. يعني لو هو كان مستوى الدواء في الدم مثلا سي عندي هنا 100% مثلا اهو، ده مستوى معين اهو، والعيان بطل ياخد الدواء مع اول هاف لايف تمر بعد كلمه تبطيل الدواء دي، يكون اللي موجود 50%، ثم 25، ثم 12.5، ثم 6.25، ثم 3% بعد مرور 5 هاف لايف. ولذلك احنا عندنا قاعدة اسمها قاعدة الخمسة او رول اوف 5. وات از رول اوف 5؟ ان اي دواء في الدنيا عشان يثبت في دمك لازم له 5 هاف لايف يمروا عليه الاول، يعني معناه انك تدي 5 دوزز الاول. طب وهل ممكن اكسر القاعدة؟ يس، ممكن تكسر القاعدة بانك تدي في الاول جرعة كبيرة لودنج دوز توصل للستيدي ستيت على طول. طيب تاني رول من الرول اوف 5 او تاني ستيتمنت في الرول اوف 5، ان اي دواء كان في الستيدي ستيت والعين كان مظبوط عليه، ثم العين بطل ياخد الدواء خلاص ما عادش بياخده، يختفي الدواء من دمه بعد مرور 5 هاف لايف، زي ما اتفقنا، يبقى في 3% بس اللي موجودين. طيب وثالث ستيتمنت في الرول اوف 5، لو اي طبيب مثلا كان ممشي العيان بتاعه على دواء معين وكان الدواء ثابت في الدم اهو، والدكتور لاحظ ان العين ما بتحسنش فقرر يزود الدوز اهو، من اول مثلا هنا هنزود الدوز فيها، هبتدى على اعلى لحد 5 هاف لايف، ثم اثبت هوصل للنيو ستيدي ستيت برضو بعد لازم يمر عليا 5 هاف لايف. دي كلها اسمها رول اوف 5 او قاعده الخمسه. اتفقنا؟ كل الكونسبتس دي تبقى عارفها علشان وانت بتدي الدواء بتاعك للعيان تبقى عارف امتى هيتحسن، وانت متوقع الدنيا ماشيه ازاي. يعني مثلا لو جات لك ام وابنها الصغير بيشتكي من فيفر، وانت هتكتب له مضاد حيوي، والمضاد الحيوي بيتكتب كل 6 ساعات. طيب لو الدواء ده او يعني الطفل ده هياخد من المضاد الحيوي ده معلقه شرب، دواء شرب معلقه كل 6 ساعات، الدواء هيثبت امتى في دمه؟ في دم الطفل هيثبت 5 هاف لايف. طيب هو الهاف لايف بتاع الدواء 6 ساعات، يبقى 5 في 6 30، يبقى الدواء هيبتدي يثبت في دم الطفل بعد 30 ساعه. يبتدي الطفل يستجيب للدواء والحراره بتاعته تنزل بعد مرور 30 ساعه. طيب ما انت ممكن توفر على الام ال30 ساعه دول لو قلت لها اول مره ادي للطفل بتاعك دبل زدوز، بدل ما هو معلقه ادي له معلقتين مع بعض، او بدل معلقه صغيره ادي له معلقه كبيره. يبقى انت في الاول بتدي للطفل دوز كبيره ليه؟ علشان يوصل للستيدي ستيت بدري بعد مرور 1 هاف لايف. مش مهم بقى تستنى 30 ساعه، لا، ده في خلال 6 ساعات اللي هي اول هاف لايف هيكون الدواء ثبت في دم الطفل ده والحراره بدات تنزل. طيب عندنا بقى مصطلح تاني مكتوب في الكتاب عندك، او يعني تايتل تاني، عنوان تاني كده، اسمه الكليرنس. وانا هطمنك واقول لك ان الكليرنس من المواضيع اللي احنا ما بنهتمش بيها قوي عندنا في الفارما، لانه
يعني جايز يكون متعلق بالفسيولوجي اكتر، لكن هديك عنه كلمتين كده عشان يعني لو جه سؤال ام سي كيو نعرف نتصرف. اولا باي ديفينيشن وات از كليرانس اوف ا سابستانس، التعريف بتاع الكليرانس مش عايد على الدواء ولا على السابستانس، عايد على البلازما. فالديفينيشن بيقول ايه؟ ات از ا فوليوم. كليرانس ها اوف ا سابستانس مينز فوليوم اوف بلازما بيكم كليرد فروم ذس سابستانس بير يونت تايم. يعني ايه الكلام ده؟ اذا انا قلت لك مثلا ان الكليرانس بتاع الدواء اكس ده ها 100 مللي بير مينت، ودايما الكليرانس التمييز بتاعه ملي بير مينت دايما كده. اذا انا قلت لك ان في دواء معين الكليرانس بتاعه 100 ملي بير مينت، معناها ان في 100 ملي من البلازما بيتغسلوا من الدواء ده او من الماده دي كل دقيقه. طب واذا قلت لك ان الكليرانس بتاع دواء تاني 500 ملي بير مينت، معناها ان في 500 ملي من البلازما بيتغسلوا من الدواء ده كل دقيقه. طيب بيتغسلوا دي او بيتخلصوا من الدواء كل دقيقه، ايه اشهر مكان لان البلازما تتغسل وتتخلص من السموم؟ الكدني طبعا، انما مش الكدني بس، انت عندك الجسم فيه حته تانية ممكن الدم يتخلص من سمومه فيها. يعني الكدني اهي دي نمره واحد طبعا، انما الليفر كمان ممكن الجسم يتخلص من الدواء عن طريق الليفر، عن طريق البايل. ممكن الجسم يتخلص من الدواء عن طريق السويت اللي هي العرق، ممكن يتخلص عن طريق التيرز، وهكذا. يعني ايه اقصد اقول لك؟ ان انت عندك اماكن كتير للاليمينيشن، يسموها روتس اوف اليمينيشن، روتس يعني طرق او تشانلز. انما لو انا سالتك ايه اشهر روت اوف اليمينيشن، هتقول لي الرينال روت، لان ده الميجور روت اوف اليمينيشن. طيب يا باشا، بما ان الرينال روت او الكدني اتز ذا ميجور روت اوف اليمينيشن، تعال نتكلم كلمتين عن الكدني كده. ارسم النفرون على اعتبار ان ده الفانكشنال يونت اوف ذا ايه؟ اوف ذا كيدني. كنا بنرسم النفرون كده والدم داخل للنفرون حاجه اسمها الافرنت ارتريول، وطالع من حاجه اسمها الافرنت ارتريول. هنا الافرنت الدم داخل كده هيلف في الجلوميرولار تافت ويخرج عن طريق الافرنت ارتريول. طيب الدم بيمر هنا وبيرشح ميه بنسميها جلوميرولار فلتريشن ريت، اقصى كميه دم وبلازما تعدي في المنطقة دي كده كل دقيقة 125 ملي بير مينت، ده اللي هو الرينال بلاد فلو. أقصى كمية دم تعدي هنا كده تمر هنا في الكدني ها 125 ملي بير مينت. طيب إذا الدم تخلص من الدواء أو من المادة السامة دي هنا من المنطقة دي كده ها من البومنز كبسول، هنسمي دي فلتريشن رينال في او جلوميرولار فلتريشن. انما ممكن الجسم يتخلص من الدواء او من الماده السامه من هنا من الخلايا المبطنه للتيوبيولز، من التيوبولار سيلز، نسميها في الحاله دي تيوبولار سيكريشن. يبقى انا عندي طريقتين لان اي ماده سامه تخرج من الكدني، اما انها تخرج بالفلتريشن من هنا من المنطقه دي، او تخرج بحاجه اسمها تيوبولار سيكريشن من التيوبولار سيلز بالطريقه دي. طيب اذا انا قلت لك انه اقصى كميه دم تعدي في هنا في الحته دي 125 مللي بير مينت، جميل. طيب اذا انا قلت لك ان في دواء الكليرانس بتاعه مثلا 400 مللي بير مينت، يا اخي زي البنسلين الكليرانس بتاعه 400 مللي بير مينت، يعني 400 مللي من البلازما بيتغسلوا من البنسلين كل دقيقه. طيب بيتغسلوا كل دقيقه، هو رينال يعني اللي هو الكليرنس بتاعه رينال. طيب الله، اذا ده لسه قايل لك ان اقصى كميه دم تعدي في المنطقه دي 125 مللي بير مينت. طيب يبقى معناها ان البنسلين بيحصل له كليرنس من الكدني بطريقتين، شويه منه بيخرجوا عن طريق بالفلتريشن وشويه منه بيخرجوا بالتيوبولار سيكريشن. ليه بقى؟ لانه الكليرنس بتاعه تخطى ال 125 مللي بير مينت. هو لو كان الكليرنس بتاعه لم يتخطى 125 مللي بير مينت، معناه ان كان ممكن كل الكميه خرجت من هنا، على اعتبار ان في 125 مللي من الدم بيعدوا من هنا كل دقيقه او بيتغسلوا هنا في المنطقه دي كل دقيقه.
يبقى لو كان الكليرنس 100 ولا 100 ولا 120 125، لم يتخطى 125 كان ممكن يبقى الكليرنس بتاع البنسلين كله عن طريق الفلتريشن. انما ده انا بقول لك الكليرنس 400 مللي، معناها ان في 400 مللي من البلازما بيتغسلوا من الدواء كل دقيقه، يبقى في 125 مللي من الدم بيتغسلوا هنا اللي هو الكباسيتي بتاعت المنطقه دي، وبقيه ال 400 مللي بيتغسلوا او بيتخلصوا من الدواء بطريقه التيوبولار سكريشن، بيتخلصوا من الدواء عن طريق التيوبيولز. يبقى اذا الرقم بتاع الكليرنس، الرقم اللي بيقوله لك في المساله او بيقوله لك في اي حاجه، يعني الدواء الفلاني الكليرنس بتاعه كذا، اذا لقيت الكليرنس لم يتخطى 125 مللي بير مينت معناها ان الدواء بيخرج بالفلتريشن. اذا لقيت الكليرنس بتاع الدواء تخطى 125 مللي بير مينت فمؤكد هذا الدواء جزء من الكليرنس بتاعه بيخرج بالفلتريشن والجزء الاخر بيخرج بالتيوبولار سيكريشن. كويس كده؟ طيب ايه فايده بقى الكلام ده؟ فايده الكلام ده او فايده الكليرنس او انك تعرف الروت اوف كليرنس، فايدته مهمه بالنسبه لك عشان لما تيجي تكتب دواء تبقى عارف هو بخرج ازاي بانهي طريقه، يا ترى بخرج بالفلتريشن، يا ترى بخرج بالسكريشن، يا ترى ما بخرجش اصلا عن طريق الكيدني يا اخي، يعني يا ترى مثلا هو بخرجش عن طريق الكيدني خالص، بخرج عن طريق الليفر. ليه بقى؟ تو افويد انجري اوف ديزيز اورج. يعني انا لو عرفت ان الدواء بتاعي بيخرج بالكيدني والراجل ده عنده رينال فيلير، يبقى انا ما اديش الدواء ده، ادي دواء تاني يكون الاخراج بتاعه او الكليرنس بتاعه عن طريق الليفر او عن طريق السويت او عن طريق التيرز. مش بس كده، الكليرنس كمان بيمكنني ان انا احسب، يعني اظبط نفسي. هو مش كان في معادله بتقول الكليرنس اللي انا قلت لك احفظها بتساوي 0.7 في فوليوم اوف ديستريبيوشن على تي هاف؟ يعني الكليرنس داخل طرف في معادله من 3 مجاهيل. طيب معناه ايه؟ يعني الكليرنس لازم ابقى انا عارف الدواء بتاعي الكليرنس بتاعه كام علشان اقدر اظبط الهاف لايف واقدر اظبط الدوز بتاعتي. يعني مثلا لازم اكون عارف ان الدواء بتاعي الكليرنس بتاعه كام وبخرج عن طريق انهي شانل علشان اظبط الدوز، يقوم ما يحصلش كيوميوليشن للدواء، يقوم الدواء ما يتجمعش في جسم العين ويعمل لنا مشكله. طيب غير كده، غير انك تو افويد انجري اوف ديزيزد اورجان، زي ما قلت لك حضرتك ممكن اصلا بمعلوميه الكليرنس انك تبقى عارف الروت اوف كليرنس او الروت اوف اليمينيشن بتاعك منين علشان تعمل عمليه اخرى. مثلا اذا قالوا لك ان الدواء بتاعك ها بيخرج عن طريق اللنج او الروت اوف اليمينيشن بتاعه اللنج، طيب ما هو انت ممكن تستخدم بقى في الحاله دي اذا قالوا لك ان الدواء بيخرج عن طريق اللنج، تعرف تستخدم الدواء ده تعالج بيه اللنج. ازاي يا سيدي؟ هتدرس حاجه موضوع عندنا في شابتر اسمه الريسبيراتوري، هتدرس موضوع او حاجه كده اسمها اكسبكتورانت. اكسبكتورانت يعني طارد للبلغم، دواء طارد للبلغم. طيب بذمتك الدواء ازاي يبقى طارد للبلغم؟ ما هو لازم الدواء عشان يطرد البلغم لازم يروح الاول لمين؟ ها لللنج، صح كده؟ ولازم يكون الدواء بتاعك اللي بيطرد البلغم ده بيخرج عن طريق اللنج، عن طريق البرونكاي، علشان الدواء بتاعي ياخد اللي ها ياخد السبيوتم ويخرج بيه عن طريق اللنج. يبقى في الحاله دي اقدر اوظف الدواء از اكسبكتورنت. يبقى انا بمعلوميه الاليمينيشن او الروت اوف اليمينيشن او الكليرنس، الموضوع ده انا بدرسه عشان حاجتين مهمين قوي. الحاجه الاولانيه انك تو افويد انجري اوف ديزيزد اورجان، انك لو عرفت ان الدواء بتاعك بيخرج مثلا عن طريق الكيدني والكيدني تعبانه فتتجنب الدواء ده وتدي العين دواء تاني ما يكونش بيخرج عن طريق الكيدني. المعلومه الثانيه اللي انا قلتها لك المهمه، انك ممكن تفصل دواء وتعمل تارجتنج ثيرابي، انك لو قالوا لك مثلا ان الدواء ده بيخرج عن طريق اللنج وممكن يفيد اللنج، طب ما كويس قوي زي الاكسبكتورنت مثلا، فانت ممكن تدي الدواء ده ويروح لللنج ويخرج عن طريق اللنج وبالمره ياخد السبيوتم فيشتغل از اكسبكتورنت او طارد للبلغم.